تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2022-2023، وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح في جامعة عبدالله السالم بمنطقة الشويخ. وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قامت مجموعة من الطالبات بتقديم لوحة فنية ترحيبية. أعزائي المعلمين والمعلمات الأفاضل، في هذا اليوم المميز أتوجه إليكم بكلمات الامتنان والتقدير على الجهود العظيمة التي تبذلونها يوميا في ميدان التعليم، فأنتم النور الحقيقي في دروب العلم والمعرفة للأجيال الصاعدة. إن دوركم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يتعداه إلى بناء الشخصية وتشكيل الهوية لدى كل طالب وطالبة في قاعات الدرس. إن تأثيركم الإيجابي لا يقتصر على الأداء التربوي، بل يمتد إلى بناء القيم والأخلاق وصقل القدرات الشخصية للطلاب. يتقدم معالي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني لتقديم الهدية التذكارية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.